اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم تاملات انسانيه. الحلقه اللي فاتت كانت حلقه ممتازه جدا ولقت صدى كويس جدا عند الساده المشاهدين، وخلصنا كله زي الفل تمام التمام، وخلصنا ورحنا لسياده اللواء احمد ماضي ابو العزايم الاخ العزيز اخونا الكبير، عملنا تقرير محترم معاه، خلصنا التقرير، وصلنا زميلتنا رمسيس عشان تركب عشان كانت رايحه اسكندريه، خلصت ده كله وروحت على البيت. روحت على البيت دخلت العماره، دست على زرار الاسانسير، طلعت في الاسانسير، وقفت عند باب الشقه، خبطت على باب الشقه، لا ده انا حطيت المفتاح كمان في الباب، جاي بفتح المفتاح ما بيفتحش، جاي افتح المفتاح ما بيفتحش، افتح باب الشقه المفتاح ما بيفتحش، اخبط مفيش، ارزع مفيش، اهبد على الباب مفيش. فين بقى بعد نص ساعه المدام جت بتقول لي يا حماده انت واقف على الباب؟ قلت لها ايوه حبيبتي طمنيني عليك انت والاولاد انا اتشغلت عليكم. قالت لي اصل انت عملت حركه كده مش جدعه في البرنامج بتاعك. قلت لها لا ليه كده؟ طب افتحي بس الاول. واتنرفزت، راحت فاتحه الباب، قلت لها خير طمنيني عليك الاول. قالت لي احنا بخير الحمد لله. قلت لها ايه بقى اللي عملته في البرنامج؟ قالت لي يا راجل يا محترم بقى تشكر جميع افراد الاطقم الطبيه ومراتك اخصائي تحاليل الطبيه وما تشكرش اللي شغالين في مجال التحاليل الطبيه. قلت لها بصراحه لا دي في دي عندك حق، فمليون سلام وتحيه لزوجتي العزيزه وسر نجاحي الدكتوره حنان حموده، ومليون سلام وتحيه لكل العاملين في نشاط التحاليل الطبيه وهم حائط الصد الاول اللي بيبداوا يتلقوا الحاله او المريض في البدايه، ومليون سلام وتحيه لجميع العاملين في الاداره المركزيه للمعامل بوزاره الصحه اللي هم بيعملوا التحليل على مستوى الجمهوريه كلها، وعلى راسهم نانسي هانم الدكتوره نانسي طبعا مديره الاداره المركزيه للتحاليل للمعامل في وزاره الصحه، وبتمنى الشفاء العاجل للدكتوره سهام فرغلي الاخت العزيزه في الاداره المركزيه للمعامل، ومليون سلام وتحيه للسيده وزيره الصحه، ومليون سلام وتحيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده الدائم، انا عارف انه ما بينامش عشان يطمن على الشعب المصري. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم مره تانيه مع حلقه مميزه جدا من برنامج تأملات إنسانية الموسم الخامس عمار يا مصر. في ناس بتاخد وما تديش، وفي ناس بتدي وما بتاخدش، وفي ناس بتدي وبتاخد، وفي ناس ولا بتاخد ولا بتدي. موضوع حلقتنا هيكون عن العطاء في زمن الكورونا. هنتكلم عن العطاء من كذا وجهة نظر، هنتكلم عن عطاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واطمئنانه على شعبه وشعب مصر العظيم، هنتكلم عن العطاء من جيشنا العظيم الجيش الوطني المحترم اللي كان حائط الصد الأول وأول ناس نزلت الشوارع يطهروا الشوارع، وكلنا شفنا عربيات الجيش في ميدان التحرير وشفناها أيضا في شارع صلاح سالم بالكامل. ألف مليون سلام وتحية للجيش، وألف مليون سلام وتحية للجيش الأبيض اللي هنتكلم كمان عن عطائه، وهو أيضا اللي بيصد عننا الوباء وبيصد عننا المرض الخطير ده. اسمحوا لي قبل ما استطرد في موضوع حلقة النهاردة اللي هيكون عن العطاء أرحب بزميلتي، نبدأ من على اليمين كده، نورهان إبراهيم. أهلا وسهلا بيك يا نور، منورانا. وطبعا يعني أدي من قناتنا ومن برنامجنا من برنامج تأملات إنسانية مليون سلام وتحية للأكاديمية البحرية. بصراحة احنا لما عملنا إعلان وجالنا 94 زميلة، يعني أفضل العناصر كانت من كلية اللغات والإعلام بالأكاديمية البحرية فرع اسكندرية، ومعانا اتنين زميلات أو ثلاثة كمان هيكونوا معانا، صراحة كانوا في منتهى المهنية، عملنا تيست كاميرا في منتهى المهنية في منتهى الأكاديمية. فمليون سلام وتحية للأكاديمية البحرية، ومليون سلام وتحية
للدكتورة مروة محمد كمال، الزميلة والأخت العزيزة اللي مسؤولة عن إدارة الإعداد، مدير الإعداد في برنامج تأملات إنسانية. وأنا لو ما استفدتش أي حاجة من في برنامج تأملات إنسانية من بدايته لنهايته غير إن أنا تعرفت على شخصية مثقفة وواسعة الفكر وعندها سعة في الثقافة زي دكتورة مروة، فأنا كسبت مكسب عظيم. مليون سلام وتحية لدكتورة مروة، وبحيي أيضا رئيس الأكاديمية دكتور إسماعيل عبد الغفار، ودكتورة إيمان مرسي مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب، ودكتورة عبير رفقي. يعني دكتورة عبير رفقي صراحة يعني عملت معانا أكتر مجهود في موضوع التسويق. يعني هي بدأت تنشر وتعلن عن الحلقة، وبنعتذر لك يا دكتور على التأخير في الطلوع على الهواء النهاردة. إنما مليون سلام وتحية لدكتورة عبير رفقي عميد كلية الإعلام، ودكتورة إيمان مرسي اللي كان ليها دور عظيم في الإعلان النهاردة على الحلقة، وعشرات الألاف مستنينا النهاردة عشان يشوفوا هنتكلم في إيه في تأملات إنسانية. ورحب ترحيب خاص جدا 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 بالزميلة والأخت العزيزة حنان الشامي. حنان بقى يعني عندها مهارات متعددة. حنان ممثلة وشاعرة ومخرجة ومونتير ومقدم برامج. مليون سلام وتحية ليكي يا حنان. وعمار يا مصر. وعمار يا مصر. خلونا نبدأ كده مع نورهان، واتكلمنا بقى عن الأزمة ومواجهة الأزمة. اتفضل يا نور. مبدئيا كده ازيك؟ قد ايه فعلا العطاء صفة عظيمة وجميلة، ومفيش طبعا أحسن وأحلى من العطاء، وخصوصا لما يكون للوطن. وده بالفعل ظهر خلال الأزمة اللي احنا بنمر بيها، وبتمنى طبعا كلنا ان احنا نتحلى بيها. في الحقيقة سنوات الأزمة وضحت قد ايه قيمة ان يكون عندنا جيش قوي حامي للوطن ولأراضيه. وفي الحقيقة من الأخبار المبهجة لينا كشعب اللي عملت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي هي ان القوات المسلحة انتهت بالفعل من تنفيذ أكبر مستشفى ميداني للعزل في الشرق الأوسط لاستقبال مرضى كورونا بأرض المعارض الجديدة في التجمع الخامس. في الحقيقة طبعا أنا حابة أشكر القوات المسلحة على جهودها المبذولة اتجاه شعبها واتجاه سلامتنا جميعا. وما تنسيش كمان يا نورهان ان في دور للأطقم الطبية خلال أزمة كورونا، وطبعا رجع ليهم كل التقدير والاحترام لأنها أزمة عالمية من جانب العالم كله ومن جانب الجميع، من خلال تضحياتهم وعطائهم الملموس والواقعي اللي احنا شفناه ولسه ما زلنا شايفينه. يعني مثلا في نماذج كتير جدا للعطاء زي دكتور محمد أشرف الجمل. محمد رغم انه هو طالب في العام السادس كلية طب، لكنه نزل الأزمة وشارك في مستشفيات العزل وتوفي أثر فيروس كورونا. وكمان مش هننسى دكتور محمد حشاد. دكتور محمد كان بيتصف بكم عطاء كبير لدرجة بشهادة كتير من أصدقائه كان داخل المستشفى بيشتغل أي حاجة، كان ممكن يشتغل نجار، يشتغل كهربائي، ما كانش بيوقف الحياة. وليه شعار إني المفروض الدنيا ما تقفش عشان نسعف الناس الغلابة. وكمان ما ننساش دكتور محمود سامي. دكتور محمود سامي بنوجه لك رسالة من خلال برنامج تأملات إنسانية، بإذن الله ترجع لمرضاك ويعود إليك نظرك. فكان في قصتك مجموعة عطاءات كبيرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن قبل رئاسة مجلس الوزراء، لأن طبعا حولوا حالتك على نفقة الدولة للمركز الطبي العالمي، وطبعا من قبل مواطنيك ومرضاك على صفحات السوشيال ميديا من خلال ترويجهم للقصة. الحمد لله قدر صوتك يوصل لرئاسة مجلس الوزراء، وإن شاء الله نتمنى يا أستاذ محمد أن يبقى لينا معاه لقاء ومكالمة تليفونية. أكيد عشان أكيد طبعا السادة المشاهدين يطمنوا على حالته. وكل التحية للأطقم الطبية والجيش الأبيض. وطبعا في لفتة طيبة جدا من نقابة الأطباء المصرية، لقينا نقابة الأطباء نازلة في لفتة إنسانية منزلة نعي بأسماء شهداء الأطباء، شهداء الجيش الأبيض. أستاذ سامح زميلنا رئيس التحرير في الكنترول، لو نستسمحك تنزل لنا الفيديو بتاع نعي الأطباء اللي فيه النعي بتاع نقابة الأطباء المصرية. طبعا يعني إن نقابة الأطباء
يعني تنعي شهداء الجيش الأبيض ده شيء جميل جدا، إنما إحنا كمان من برنامجنا هنا من برنامج تأملات إنسانية بننعي شهداء الجيش الأبيض، الشهداء اللي يعتبروا حائط الصد الأول اللي بيتلقوا الحالات المصابة وبيضربوا أكبر مثال للعطاء والتضحية. ولسه يمكن امبارح دكتور رامي كريم الديب آخر الشهداء، ودكتور مايكل وجيه الشهيد الدكتور رامي كريم الديب والشهيد الدكتور مايكل وجيه، بنتقدم لأسرهم بخالص العزاء. وأيضا دكتور هشام الساكت يعني كلية طب جامعة القاهرة، وكيل كلية طب جامعة القاهرة، وهو خال زميلة أو صديقة للأسرة دكتور هشام الساكت وكيل كلية طب جامعة القاهرة. البقاء لله لأسرته وخالص التعازي لأسرته، وإن شاء الله إن شاء الله أزمة وهتعدي. ويمكن يا نور كنت عايزة تتكلمي عن مسؤولية المجتمعية للمجتمع المدني وكمان يا حنان ما تنسيش ان مؤسسات المجتمع المدني ليها دور انها بتساعد الدولة والفئات المحتاجة، خاصة في الظروف اللي احنا فيها دي، لان دي طبعا مسؤولية وامانة بين ايديها. واكيد طبعا دورها ما يقلش عن دور الاطباء اللي ضحوا بحياتهم علشان ناس كتيرة، واي فرد بيضحي بحياته في الظروف اللي احنا فيها دي. في الحقيقة استوقفتني مقولة قريتها على أحد المواقع للأستاذ طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، هي إن كل دولة بتخضع لمثلث الديمقراطية المكون من القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمؤسسات المجتمع المدني، ولا بد للثلاث جهات أن تقوم بدورها المتوازن والمتناغم للوصول إلى النجاحات، وأن الأوطان بتصنع بالأيدي المخلصة الجادة وبتكاتف الجهود الصادقة، ولأن مصر تستحق منا العطاء فحق علينا أن نبدع في العطاء والعمل. جميل جدا حنان، انت قلت لي ان في بعض الدراسات اتعملت عن منظمات المجتمع المدني. بالفعل طبعا في دراسات كتير جدا اتعملت عن مفهوم المجتمع المدني، وهل المجتمع المدني بالفعل ليه تاثير في الازمات والظروف اللي بتمر بيها البلاد، زي الدراسه اللي اتعملت في بنيه ووظيفه المجتمع المدني في مصر. الدراسه كانت بتركز على مدى تأثير الثورات اللي مرت بيها مصر في الفترة الأخيرة على منظمات المجتمع المدني، وبالفعل لقينا ان في تأثير على منظمات المجتمع المدني. الثورات عملت بالطبع تغييرات سياسية في الحياة اليومية، وغيرت تغييرات تشريعية على منظمات المجتمع المدني، وده بان في بنية المؤسسات وبان كمان في أنشطتها ووظائفها المختلفة. طب احنا يعني عشان نبرز ونلقي الضوء على منظمات المجتمع المدني، ودايما احنا في برنامج تأملات إنسانية بنحاول ان الحلقة رغم ان وقتها مش طويل قوي بس يكون فيها ثراء الى حد كبير، فاحنا نزلنا للاخ الكبير سيادة اللواء احمد ماضي ابو العزايم في المؤسسة، وزرناه ومؤسسة اللواء الشريف عصام احمد عصام الدين ماضي ابو العزايم، من المؤسسات اللي ليها دور كبير ايضا في مواجهه ازمه كورونا. فخلونا نطلع فاصل ونشوف تقرير للزميله مريم فؤاد، وزميلها هتكون معانا هنا في تاملات انسانيه في حلقه من الحلقات ان شاء الله هتكون معانا في الحلقه الرابعه. فخلونا نطلع نشوف التقرير من مؤسسه اللواء احمد ابو العزايم ونرجع لكم تاني بعد ما نشوف التقرير. طبعا بشرفنا وجود فريق عمل برنامج تأملات إنسانية من قناة الصحة والجمال، سعداء بوجودنا مع حضرتك يا فندم. الصرح العظيم واللقاءات والاجتماعات، احنا صراحة يعني فريق العمل كله مبهور من كم الإبداعات والجوائز اللي موجودة، بدوام التوفيق لحضرتك والمؤسسة. طبعا المؤسسة بتاعتنا على مستوى مصر والدول العربية، لأن عندنا بند الصداقة من الشعوب، عندنا من السعودية والإمارات واليمن وسوريا وليبيا وكل الدول العربية، فطبعا بيبقى عندنا لقاءات مميزة. اللقاء بتاعنا الأسبوع بيبقى كل يوم أحد من الساعة 6 للساعة 10 بس، طبعا نظير الحالة الصحية أو الوباء العالمي كورونا، فطبعا احنا مأجلين كل الحاجات دي لغاية لما يخلص الحظر الطبي، ولكن احنا اللقاءات بتاعتنا مع شباب فرادي مش جماعات، وتقع في الفترة اللي هي بتاعت ما فيهاش حظر اللي هي الفترة النهارية، يبقى فيها توعية للشباب، وعاملين 40 صفحة للتواصل بيننا وبين كل المصريين عاملين في الخارج والمصريين الموجودين في كل محافظات الجمهورية في مصر من اسكندرية لأسوان، عشان بيبقى في
توعية مستمرة، بيبقى في تبادل خبرات، بيبقى في تبادل منفعة بين كل الناس، لو في وظائف جديدة بنقدمها. فطبعا الشباب دول بيبقى عاوز ثلاث حاجات، اللي هي التوعية والتثقيف المباشر على طول عشان ما ينقضش ورا الأفكار الهدامة. تاني حاجة عاوز فرصة عمل أو إثبات وجود في المجال المحلي أو في المجال العربي، إنه يخرج ويدور على وظيفة. إحنا كل الحاجات دي كلها بنوفرها إن شاء الله، من أول التثقيف والتأهيل لسوق العمل سواء المحلي أو الخارجي. عاملين بروتوكولات مع كذا شركة في تشغيل الشباب. رمضان 2020 تم طرح مسلسل الاختيار، حضرتك شايف إن المسلسل من قوة وضخامة ومجهود خرافي قدر يطرح أو يبرز الدور الحقيقي للبطل الشهيد أحمد المنسي في مواجهة الإرهابيين في مناطق مختلفة في سيناء؟ واحنا اخترنا يمكن المؤسسه من ضمن الحاجات اللي رشحناها في انها تاخد درجه اوسكار جمهور، اوسكار جمهور ده خدها الاختيار. دي كانت مؤسسه شريف الوعي عصام الدين مضرب العزام للتنميه وحقوق الانسان والصداقه بين الشعوب، احنا صوتنا ليها انها تاخد اعلى مشاهده واعلى تصويت. اولا القصه عشان قصه حقيقيه واقعيه، فطبعا دي بتجهز بطوله مصريه. احمد منسي 120 مليون احمد منسي، احنا عندنا كل شهداء اللي حصل سواء في الكمين بتاع البارسا او كل الكمائن او اللي احنا بنقدمهم او لسه مصر هتقدمهم تاني او سابقا او لاحقا، احنا كلنا سموها شهداء تحت الطلب كلنا. في ظل مواجهه الازمه الحاليه فيروس كورونا المستجد، هل ترى اي تغير نوعي على المؤسسه هنا من تغير في انشطتها في ديكوراتها وفي عملها؟ والله احنا استفدنا برضو، وانا بقول للناس كلها استفاد. قعدتك في البيت بتعمل تنميه بشريه، بتعمل شغل كبير قوي، بتنظم بيتك، بتنظم احنا ابتدينا ننظم بتاعنا فعلا المؤسسه، عملنا ديكورات غير عاديه. ليه بقى؟ احنا بنشجع العماله المؤقته. لما جيت العماله يقول لك العماله وقاعدين في البيوت، لا لا تعالى بتاع الديكور وتعالى بتاع البياض وتعالى بتاع السيراميك، فورنا الحمامات وفورنا الدنيا كلها، يمكن الكاميرا انجز وما تقعدش وتولول وتقول انا قاعد ماليش لازمه وانا قاعد زهقت من البيت، لا لا انجز واعمل لنفسك قطه عمل. احنا طورنا المؤسسه هنا تطوير كامل من اول انشاءات لغايه كل حاجه، يعني عملنا حاجات كثيره جدا 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 من اول الاضاءات والكهرباء والسيراميك وكل الدنيا دي كلها شغلنا العماله المؤقته، وفي نفس الوقت طورنا على اساس لما نيجي نرجع تاني تبقى نرجع بقوه. كلمة أخيرة بيوجهها السيد اللواء الشريف أحمد ماجي أبو العزايم لكل مصري وكل مصرية وللجيش الأبيض تحديدا للعبور من الأزمة الحالية اللي احنا فيها. والله انا اقول حاجه، يعني الجيش الابيض ده يعني مصر اثبتت وجودها بطريقه فظيعه، من اول الممرض اللي بيستقبلك من على باب المستشفى لغايه الدكتور اللي بيفحصك لغايه اللي بيعمل مسح لغايه اللي بيعمل وظائف دم، كله 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 يعني مصر ولاده ومصر جميله ومصر كلنا بنضحي عشان خاطر الوطن. في يوم من الايام قلنا الشرطه المصريه بتكافح الارهاب والجيش المصري بيكافح الارهاب، النهارده الجيش الابيض ظهر تاني وظهر بقوه جامده جدا. ما شفناش دكتور تمارض ولا ممرض ما راحش الشغل، ولا كلهم 24 ساعه شغالين معانا، الخط الساخن شغالين. انا المؤسسه هنا شغاله مع كذا مستشفى هنا، منهم مستشفى المديره جنبنا، وبنحول حالات وبنتكلم معاهم، والناس على قدم وساق. مع كورونا دي ما هي الا ضعف مناعه في الجسم فبتتمكن من بني ادم، فلما قضينا على فيروس ولما قضينا قبل كده على عملنا 100 مليون صحه وعملنا المراه الحامل وعملنا كده، الرئيس كان ماشي بخطوات رائعه ومصر كانت ماشيه بخطوات رائعه عشان، وان شاء الله مصر على الخريطه قادمه هتبقى يعني من دول العالم الاول، يعني مش عاوزين نفضل طول عمرنا في العالم الثالث، يعني هو العالم اما اول اما ثالث فما فيش ثاني، فاحنا عاوزين نطلع اول بقى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا فندم، ربنا يحفظ مصر وشعبها. بنشكرك على لقاء حضرتك النهارده ومزيد من الانجازات، شكرا لحضرتك. مؤسسات شريف اللواء عصام الدين مضرب العزام للتنميه وحقوق الانسان والصداقه بين الشعوب ترحب بكم جميعا في كل يوم ومفتوحه امام كل شباب مصر ان شاء الله. بنشكرك يا فندم ومزيد من الانجازات، شكرا لحضرتك. كنا سعداء بوجودنا اليوم فريق عمل برنامج تمويلات انسانيه، كنت معكم مريم فؤاد من داخل مؤسسه السيد اللواء أحمد عصام ماجي أبو العزايم. ورجعنا لكم بعد ما اتفرجنا على التقرير ده، ويعني نتمنى إن شاء الله الحلقة بثرائها الدائم وتنوعها ده ينال رضاكم، ونأدي موسم كما ينبغي تحت عنوان عمارية مصر. وأنا شايف النهاردة حنان لابسة أحمر بقى وعمارية مصر أحمر وزن علم مصر علم مصر. يعني أنت شاعرة بقى يا حنان، مفيش حاجة كده حتة تقطوع عمارية مصر؟ هقول لك عمارية مصر في كل حتة في أرضها، جيشها وشرطة ويا ويا لمة شعبها وال عمارية مصر تاني بص عمارية مصر في كل حتة في أرضها، جيشها وشرطة ويا طيبة شعبها، والأهرامات والنيل يغنوا بسحرها،
والكل يشهد ان مصر بحبها، عشان كده انا جايه لابسه زيها، عشان كده انا جايه لابسه زيها. الله عليكي الله عليكي الله عليكي يا حنين. اسمع المقاطعه بس. طيب احنا برضو في اطار تواصلنا مع منظمات المجتمع المدني، واحنا كنا ضاغطين عليهم شويه وزي ما بيقولوا شادين السلخ عليهم، لا احنا برضو لما بنلاقي حاجه ايجابيه او بنلاقي حاجه تجربه ايجابيه ملهمه، لا احنا بنحاول نعرضها ونسلط عليها الضوء. ومعانا مداخله تليفونيه الان مع الدكتوره مشيره الصايغ. ودكتوره مشيره هي شخصيه قيمه جدا وعامله مؤسسه هنا في 6 اكتوبر اسمها مؤسسه ماسه اكتوبر اعتقد. دكتوره مشيره اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي لكل المذيعات الجميلات وكل المشاهدين لبرنامج تأملات انسانيه. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا يعني انا سعيد جدا ان حضرتك موجوده معانا في مداخله، وانا عارف ان حضرتك ليكي تجارب وليكي باع رغم حداثه سن يعني مؤسسه الماسة، الا انها كان ليها تجارب كتيره في مجال مواجهه ازمه كورونا. فحابين كده حضرتك تسلطي لنا الضوء عن على بعض الحاجات اللي عملتوها في مواجهه ازمه كورونا. تمام. هو طبعا احنا بنوجه تحياتنا لكل المؤسسات المجتمع المدني والمجتمع ككل وافراد الشعب والشرطه والجيش الابيض والجيش، بصراحه في تكاتف جميل. هو طبعا المجتمع المدني جزء من المجتمع، ففي ناس بتحب البلد بجد وعايزه تخدم بجد موجوده في كل الاوقات. احنا من قبل ما نعمل المؤسسه متواجدين وبعد المؤسسه متواجدين، فاي موقف لازم نبقى موجودين في قلب الحدث. احنا بنشوف الناس محتاجه ايه بنوفرها. مثلا قبل صرف المعاشات نزلنا عقمنا مكانات الاي تي ام، برضو جينا لما لقينا في مشكله في العماله الغير منتظمه حاولنا نساعد قدر الامكان بعض الناس. برضو في رمضان كنا متواجدين بفضل الله، قدرنا ان احنا نعمل حملات توعيه، يعني برضو من فكره ان انا صيدلانيه فبقدر ان انا اعمل حملات توعيه عشان نرفع وعي الناس للتعامل مع الكورونا، ووزعنا ادوات. كانت زميلتي نورهان مستغربه ان رغم بدايه الجمعيه يمكن في اواخر 2019، صح يا نور؟ كنت علقتي على الموضوع ده. انا بس حابه الاول ارحب بحضرتك. حبيبتي ازيك؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن حضرتك طبعا كأحد النماذج الملهمة للشباب تقول لنا ازاي مؤسسة ماسة أكتوبر رغم افتتاحها في أواخر 2019 إلا كان ليها دور فعال على أرض الواقع في وقت قصير وكمان خلال أزمة كورونا. في عجالة يا دكتور عشان عمالين يكلموني في الكنترول بيقولوا لي باقي دقيقة ونختم. هو الفكره كلها زي ما انا بقول الاعتماد على الشخص. احنا كنا متواجدين من قبل ما المؤسسه تتعمل وكنا بنساعد مؤسسات تانية كتير واماكن تانية كتير، فاحنا اصلا من زمان يعني ايدينا في الموضوع، فبنشوف زي ما انا قلت برضو احنا معانا ناس زينا جدعان بيحبوا البلد بجد حابين يخدموا بقلب، فانتي بتشوفي ايه اللي المجتمع محتاجه وبسرعه بنتحرك. يعني احنا في ثانيه بكلمهم يا جماعه في حاله تعبانه يلا بينا ننزل شوفوا تعالوا نشوف مكان في المستشفى لفلان. دكتور مشيره طب معلش احنا عايزين نستفيد بمعلومات كتير منك، ولازم باذن الله يبقى هتجينا هنا في برنامج تأملات انسانيه عشان نسمع نشاطك الجميل ده. ازاي حضرتك الاول؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ حضرتك من المؤسسات فعلا مؤسسة ماسة سمعنا نشاطها كتير وإنجازاتها، ورغم كده الاسطوانات الأكسجين كنت أيوة ما أنا كنت عايزة أسأل السؤال ده. حضرتك عرفتينا وأثبتت فعل في المجتمع أن المؤسسة مش بالكم لا بالكيف، فحضرتك عملتي مبادرة أنابيب الأكسجين. ممكن باختصار تقولنا إيه حكاية مبادرة أنابيب الأكسجين؟ مبادرة احنا مع بعض لإنقاذ جارنا المريض جت ان احنا كانت جارتنا تعبانة وكانت محتاجة اكسجين، ففكرنا ان احنا نوفر انابيب اكسجين وحاولنا نوفر الادوية اللي هي كانت محتاجاها. دي كانت الشرارة لما لقيت حد كان محتاج فعلا ده، قلنا طب احنا ليه ما نوفروش عندنا، ونزلنا الحمد لله بفضل الله جبنا الانابيب والمنظمات والمصات ووفرناها عندنا مجانا لوجه الله. لو حد فعلا تعبان بالروشتة وصورة البطاقة بيجي ياخد الانبوبة ما فيهاش مشكلة خالص. قدوة جميلة لكل المؤسسين. يعني هي نبعت من الحاجة ان انا لما في الحقيقة يا دكتور تعبين. في الحقيقة يا دكتور دي فعلا تجربة ملهمة، فاحنا يعني الكلام مع حضرتك يطول وانا مستمتع بالمداخلة بتاعت حضرتك، بس احنا بنستأذنك وبنستسمحك تنورينا وتشرفينا هنا الحلقة القادمة لو الظروف ما عليكي تسمح، وتنورينا في استوديو تأملات إنسانية وتكوني معانا على الهوا ونسلط الضوء على تجربة ملهمة عظيمة زي تجربة مؤسسة ماسة. الشرف ليا يا فندم. توعدينا على الهوا؟
ده شرف لينا طبعا، ده شرف ليا، شرف لينا. وكنت اتمنى المداخله تطول عن كده، بس احنا بنعتذر لك لان وقت الحلقه محدود. شكرا لحضرتك جدا يا فندم، وان شاء الله نتخطى كلنا الازمه دي بالتكاتف مع بعض. تسلم يا دكتور، تسلم يا دكتور، في رعايه الله، مع السلامه. طبعا واحنا من برنامجنا هنا، من برنامج تأملات إنسانية، نتمنى ان يكون كل حي وكل منطقه وكل مدرسه يكون فيها جمعيه ويكون فيها مؤسسه خدميه. عايزين دعوه عشان نشجع ابنائنا على التطوع والانخراط في العمل، في العمل المدني، عشان ده هيعلمهم العطاء والإنسانية وهيخلي عندهم مخزون إنساني كبير. وزي ما برنامجنا اسمه تأملات إنسانية، فاحنا بنعظم القيمة الإنسانية، وزي ما برنامجنا اسمه عمار يا مصر، فاحنا بنسلط الضوء على النماذج الإيجابية الملهمة. أعزائي المشاهدين، كنت سعيد جدا بوجودي معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية، وبشكر الزميلات الرائعات اللي كانوا معايا النهاردة. بشكرك يا نور، بشكرك يا حنان. انتظرونا في حلقة قادمة من برنامج تأملات إنسانية الموسم الخامس. عمار يا مصر، عمار يا مصر.